هاي. بظل الظروف الاقتصادية الصعبة يلي عم بيعيشها لبنان، زاد الحديث عن الجوع، خاصة إنه اللبنانيين عانوا من مجاعة كبيرة كانت عواقبها كبيرة. الحقيقة إنه المجاعة عم بتزيد عالمياً، ومن أهم أسبابها السياسات الخاطئة والمشحفة بحق المواطنين. اليوم حوالي 11.3% من السكان بالعالم جائعين، يعني تقريباً في أكثر من 800 مليون شخص بيستهلكوا أقل من 2100 كالوري بالنهار، بالوقت يلي بينتج العالم طعام كافي لأطعام 7 مليار شخص. الجائعين هن ناس إما ما بيملكوا أرض لزراعتها أو المال ليشتروا أكل. من الدول يلي حققت نجاح بمحاربة الجوع: أرمينيا، برازيل، أذربيجان، كوبا، غانا، تايلاند، وفنزويلا. مين قال إنه بالدول النامية طفل على كل 15 بيموت قبل عمر 5 سنين على الأرجح بسبب الجوع؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.